اي نجم هلا بده يلمع قدامنا؟ شوفي مثلا ها عرفت انا شو القضيه، ما انا باسم فغالي بحيط الله. طيب خلينا نشوف باسم فغالي. لا مش معقول يكون، انا بقول لا. بنشوف. طيب خلينا نستقبله بزقفه وبعدين بنشوف مين رح يضل. ما ينقص حدا منا على شاشة الـ LBC، بس بكأس النجوم كنت أنا ناقصة. معلش عيب، بس أنا ملكة جمال النجوم. يلا شو بدي أعمل؟ في عدة أسباب يمكن لأنه أنا ما كنت بكأس النجوم. يمكن ما التقى البنت يلي بتستاهل كأس مادونا، ويمكن كمان ما حدا عزمني. معلش، بس السبب الأساسي بهالشي كله هو الشخص يلي وراي بهاللوحة. رح اتشارع مع الصورة لأنه ما في اتشارع مع الأصلي. استاذ سيمون، يا استاذ سيمون ريبون. شو بدك مادونا؟ ليش ما جبتني على كأس النجوم؟ غيري أحسن مني؟ لا. طيب غيري أجمل مني؟ لا. طيب غيري عنده سفرة الأحلام أو أحلام أكتر مني؟ إيه. مين عنده أحلام أكتر مني؟ أي فنانة؟ أي فنانة يا أستاذ سيمون؟ أحلام.
جميل ودوم قاهرهم من أولهم لآخرهم أراك أنت بتجننهم وفتان الهوى مجنون طبيخي يقولون عنك حاجات يقولون ناس يقولون إنك لذيذ وناس حامضا عنك يقولون قول عني ما تقول سو بكم صعب الوصول قول عني ما تقول سو بكم صعب الوصول واللي ما يطول العنا حامضا عنه يقول قول عني ما تقول سو بكم صعب الوصول قول عني ما تقول سو بكم صعب الوصول واللي ما يطول العنا حامضا عنه يقول واللي ما يطول العنا حامضا عنه يقول قول عني ما تقول سو بكم صعب الوصول واللي ما يطول العنا حامضا عنه يقول استسيمون يا استسيمون ليش ما جبتني على كأس النجوم؟ كان لازم تفتتي حالسنة سنة 99 فيي لا ليش لا يا استاذ سيمون؟ بمين افتتحتها؟ بنوال شو حسيت لما شميتك وضميت مثل اللي حاله الحال ضم ما بعرف شو اللي غيرتي كبرتي عمري صغرتي ياتي يا بعيونك انتي شفت الدنيا يا عيوني نامي يا صغيري تتصيري كبيري تتركيني لوحدي بتروحي وبتردعني ستي انت بتروحي تصور كليب وما حدا بغير السليب رح نام هلا وقتير كبيرة بتشوف يا ماما ويا جدو سيمو وا 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 لا لا يا نورتي هالبيت ما بعرف مدري شو حسيت لما شميتك تيا عملتيا لا 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 طيب استاذ سيمون ليش ما جبتني على كأس النجوم؟ نقي مش عم نقي يا استاذ سيمون عم لق ليش ما جبتني من بعد احلام ونوال الزغبي؟ مين جبت من بعدهم؟ شريفة فاضل موسيقى
القلب عن دواه. قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر نكون سوا. لما راح الصبر منه كان يسأل عن دواه. قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر نكون سوا. طيب استاذ سيمون، ليش ما جبتني على كأس النجوم؟ كان لازم تعمل لي هدية بعيد ميلادي. ليش أمتى عيد ميلادك أنت؟ أنا لو 19 ديسمبر ولو 20 ولو 21. مين جبت وقتها؟ سميرة السعيد. طيب استاذ سيمون، ليش ما جبتني على كأس النجوم؟ في حدا تاني عملت معه هالضرب؟ ايه. مين؟ فيروز.
غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون كيف حالك يا سيمون كيف حال نهر الفنون بالنهر ما حلك ماشي افتح لك بكحلون يا ديان اللي راحوا شو ما صار لكن راحوا ويا ديان اللي راحوا شو ما صار لكن راحوا مش سامع غنية راحوا كان قلبك من كرتون أنا قلبي من بطون وإذا هلأ حلقة ما إلي ريتو عمرو ما يكون ريتو عمرو ما يكون ريتو عمرو ما يكون ريتو عمرو ما يكون كلمة واحدة بتختصر كل الكلام قبل ما فوت نام اشتقت لك بعرف مش رح بتقلي انه انت اشتقت لي لكن انا عم بقول لك اشتقت لك ماي قولي خاي لانك قاعده حد وبالفاي مش سامع غنيه راحوا ايه هلا اسمعيها وشوفيها كمان رجعت العصفورة تعشش بالقرميد والسوسنة رجعت تزهر من جديد اجت الشتوية تجمعوا العشاق ورجعت المدارس أطفال وتلج وعيد وطلع السماء ومد جناحه بس اللي بدي اقول لك كلمة داينتك بدي حطك بالابو نزال بعد نزال الف سنة مية سنة مليون سنة نزال بحبك هين بده وقت واحد ليوعى ليوعى من السكتش اللي بيعمله باسم فغالي تخرج برتبة ظاهرة اليوم بعد 3-4 سنين شو بعد في رتب أعلى من هيك؟ ما بعرف بعتقد إنه هيدي النجومية النجومية يلي ما بتنطفي لأنه باسم الفغالي ما بيتكل على حلاه وعلى غنانية لدرجة باسم الفغالي بفوت بالشخصية ولو بده يكون عمره 60 سنة بيضل يلاقي شخصية بيلبسها بعمر 20 وبيظهر فيها لكل الأعمار نعم باسم الفغالي ما بفتكر إنه نجوميته رح يكون لها عمر نحن مستصعبين نشتغل مسرح لباسم الفغالي عدة كتاب وعدة مخرجين عم يشتغلوا وعدة آراء وعدة اجتماعات مش عارفين إذا رح نفوت بمسرحية ونضيع باسم الفغالي اللي منعرفه اليوم أو نلاقي باسم الفغالي جديد على كل حال عم يندرس له كاركتير حتى يعني لازم يعمل كاركتير يمرق فيه ويصفي يبقى عم نشوف ما بعرف شو هو عدة مخرجين عم نشتغل بس أكيد